اليوم اعدام، اليوم اعدام، اليوم لازم اللي بيتفرج صراحه بيفوته تطعيس مستذبحين. اشوفكم على خير، تطعيس الهنا. هذا تم وصول بعد معالي لا اليوم. اليوم شكلها ما في باسطة اليوم. هذا الشباب الاجنبيه هارون يقولون اليوم اعدام، صحيح؟ اعدام على طول. بل الاسبوع الجاي الاعدام بعد عدن. يعني جاهز الموتر ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. خلاص اشق ما تري. شق له جبل. بل دقه. يلا الله يشوفكم على خير. وهذا المطوعنا مطوع الجروب.